بسم الله حتكلم عن الابتكتر او فيرجن هذا اللي يسمونه او ايرون ميدن. بس ضعيف بس حولي دمج لانه هو الوحيد اللي جاوبت عليه. ثاني شيء كان البوابة هذه مفتوحة دمج جديد شو دمج دمج قول عليه تمام. بس سهل لحد ما بس عيبه شيء واحد كثرة كثرة من الأقصد فيها انها حركات غبية المسكة هذا الغبية طبعا مديك تقاومها تقعد تحرك الماوس كثير او اليد كانك قاعد تتحرك فممكن يفك نفسها تمام. ثاني شيء باتشي له علاقة بالمكان هذا بطريقة معينة هذا الشيء الثالث. الشيء الرابع انا استخدمت ذلك المتجر هناك سميتهم المتجر عشان يشغلون هذاك الشيء بس شوف الدمج حقي ولا شيء بس عشان يشغلون بس يشغلون بس لا اكثر ولا اقل بس لا اكثر ولا اقل كذا اسهل طريقتكم. طبعا ليش جابت الهولي بس ما كنت ادري ان في اشياء كويسه زي فاير اشياء ثانيه كويسه فحاول اليد هذه ابدا ما تمسك لان تجيب فيك طبعا استاقه كذا افضل ما يمشي معنا يعني تسوي واحده اثنين ضربه ثالثه بعيده تعتمد وخر بعيد وهذا هوك يخطفك ويسحبك عندك تمام. هذا هوك عليك بعدين اسحب ضغط زي كذا هذه المسكة اخرى تمام. ايش مسوي هوك خطفة ثانية يلا اضرب بس قلت ما بضرب ما هنا بسرعة ايزي كذا قتلنا البوس طبعا.